مرحبا بكم في فيديو تدريبي مقدم من شركة تريست أنجل. سنتعرف اليوم على كيفية إنشاء صنف خدمة في نظام نت سويت. يعتبر صنف الخدمة عنصر نقوم بإنشائه لتتبع الوقت وتسجيل الساعات المدفوعة. ولإنشاء صنف جديد سنقوم بالذهاب إلى lists, accounting, items والنقر على new. في صفحة new item سنقوم باختيار نوع الصنف الذي نريد إنشاءه، وإذا قمنا بالنقر على الهلب آيكون، NetSuite سيقوم بتوفير صفحات مساعدة لتوضيح كيفية إنشاء الأصناف. وللتعرف على أنواع الأصناف التي يمكن إنشاؤها في نظام NetSuite، سنقوم بالنقر على الـ Item Types. نعود إلى صفحة New Item. سأقوم بإنشاء صنف خدمة جديد، وسنقوم باختيار هذا الصنف لعمليات الشراء، إعادة البيع، أو البيع. سأقوم باختيار إنشاء صنف خدمة لعمليات البيع. في صفحة Service for Sale، الـ Item Name Number يعبر هذا الحقل عن الرمز الخاص بهذا الصنف، ولا يمكن تكراره بأصناف أخرى. الـ Display Name Code يعبر هذا الحقل عن اسم الصنف، ويمكننا كتابة وصف قصير خاص به. Sub Item Off إذا كان هذا الصنف هو سب آيتم من صنف آخر، وسنقوم باختيار الصنف الأساسي في هذا الحقل. سنقوم باختيار السبسيدري واختيار الكلاس. سيعتبر اختيار الكلاس من الأمور المهمة لغرض التقارير لاحقاً. في السيلز أند برايسينج سب تاب سنقوم بكتابة الوصف الخاص لعمليات البيع لهذا الصنف. في البرايسينج يمكننا تحديد البيس برايس لأحد العملات أو جميع العملات لهذا الصنف. في الأكاونتينج سب تاب سنقوم باختيار الإنكم أكاونت والتاكس سكيدول. في الكوميونيكيشن سب تاب في الفايلز يمكننا إرفاق جميع الملفات التي تتعلق بهذا الصنف، وعند الانتهاء سنقوم بالنقر على سيف. نشكر لكم حسن متابعتكم. تم تقديم هذا الفيديو من فريق تريست أنجل.